يعني ما ادري انا الان شو اسوي بالضبط. يعني الان انت فاهم ان كل احد الان يعني شوف خالد عبد الرحمن الفنان خالد عبد الرحمن يفوز بسيف الملك للمجاهين في مهرجان ملك عبد العزيز للابل. يعني كل احد صار معه ابل، كل واحد معه كذا دابه ما في لنا فعليا ما في لنا. دقيقه بالله في ايميل مهم جاء. شوف ايميل من ايميل من الهيئه العامه للترفيه، ايميل مهم جدا جدا. اهلا فيصل، انتهى موسم الرياض، بدا شتاء الرياض. هاي العام للترفيه. كيف انتهى موسم الرياض؟ يبدا شتاء الرياض. كيف كذا؟ انا عندي اهداف. بوليفارد خلصناه، نبض الرياض خلصناه، حفله محمد عبده خلصناه، هذا عن نفسي انه الاشياء اللي رحتها. حفله اعتزال ياسر القحطاني رحناه، باقي فيه ثلاث اشياء ما خلصتها. العب بالمتاهه، ما لعبت في المتاهه اللي في ساحات الرياض. اتزلج على الجريد، ادخل بيت الرعب. تصمل ولا ما تصمل؟ نروح المتاهة الآن، حتى وهم قاعدين يشيلونها بنروحها. أنا ما أدري هم شالوها ولا لا، ولا مستمرة مع شتاء الموسم، ولا مع شتاء الرياض قصدي. ما يخلصون الموسم وما يعلموني، إيش الحركات؟ أنت برضو تبي تركب حصان صح؟ ما ركبت حصان. لازم أدق عليهم. أنا بلعب المتاهة قبل لا تروح. هلا هلا مرحبا هلا، كيف الحال؟ طيبين. انا فيصل الاحمري، ما عرفت انا اشتغلت سوينا ليله الموسم، ما عرفتني؟ لا شوف الموضوع، خلنا اشرح لك الموضوع. موضوع انه انا عندي اهداف، باقي لي اهداف عندي منها المتاهه، وانا الان رايح للصحاري الرياض، ابى ادخل المتاهه. الله يسعدك يا بعد راسي، الله يسعدك. يسعدك حبيبي. لا لا ما في شيء، بس واحد هنا. شكرا جزيلا، شكرا شكرا، الله يعطيك العافية. اخي والله يا عسل عسل يا اخي. الى صحاري الرياض. طيب خلوني اقول لكم حاجه قبل ان اوصل. الحماس موجود في صحاري سيتي، وفي مجموعه من التحديات بتعجبكم، تجربه الزبلاين والتطعيس، واكبر تحدي حبال في الشرق الاوسط، سيارات البانكو والبنت بول وغيرها. تذاكر والتفاصيل في صندوق الوصف. حياكم. اخيرا وصلنا، مثل شايفين هنا منطقة الـ VIP. رهيبة الجلسات والله. يا هذا هو، هذا هو. ورحت صورتي وأنا صغير، ورحت صورتي الحين. السلام عليكم. عليكم السلام أخوي. أستاذ عبد الله. معلش أنا ما عندي شغل أخوي، أنا عندي شغل لو سمحت. طيب أنا اللي مفروض أجيك يعني. يعطيك العافية أخوي، عندي شغل لو سمحت، ممكن تتوكل. طيب أخوي هذه توكل صورتي. الله يعافيك. صورتي هذه عمري 5 سنوات. شوف حتى المصور جاي معي. يا هلا يلا حيا حبيبي. شو الاخبار؟ شو الامور؟ عساك طيب. تفضل. انت اليوم عندك اهداف تقول صح؟ اي عندي اهداف. ما حققتها. اي تبغى المتاهه؟ ها؟ تعرف المتاهه هي وش فيها؟ ما لا ما تعرف. لا ما اعرف المتاهه. ترى مو اي واحد يقدر يدخل المتاهه. انت قلبك قوي ولا لا؟ انا اسال الحين. انت لما تدخل المتاهه ترى الوضع مو بسهل، ابدا مو بسهل. لازم تكون تعرف شلون بتخش. ترى صعبه مخيفه. لا لا ما عليك. اي لك وقتك. انا ما عندي مشكلة. تبغى تتصل على اي احد ابغى ادخل متاهه انا. اي الان تبي تدخل متاهه لازم تتصل تشوف شو الوضع الحين. انت اتصل أوكي. على مين يعني؟ اشوف يعني استشير احد. اي استشير احد. انت خلاص يمكن تدخل ما تطلع. خلاص بدك. شوف رايك، انا اقعد هنا ولا اروح؟ انت شوف وش هنا عادي. امشي يعني؟ خلاص ابى امشي. انا اخذ وقتك انت واتصل على من تبي. خلاص كلمني انا هنا جاهز. بدق على مليان. شوف صور اخي. احس انه آلي. اي الو هلا، السلام عليكم، كيف الحال؟ يا اخي انا رحت المتاهه اللي في صحاري الرياض وقال لي انه الموضوع يعني كبير. يعني جربت المتاهه ما دخلوك؟ طيب انتهيت؟ خلاص خلصت امورك تمام؟ ها تدخل ولا ما تدخل عشان اشوف الوضع؟ ترى فيها اسهام كثير. ايه انا بدخل. ها خلاص تدخل؟ ايه يلا على يمينك. يلا تفضل. خلاص انت كيفك؟ ايش في يعني؟ في حاجه يعني؟ ضربتك ولا مسكت ابنك ولا سويت شيء؟ وشو؟ تعال ايش فيك؟ ليش خايف؟ مو خايف. انت خايف صح؟ لا ماني خايف. تعال ترى بعدها اني بنروح نتزلج على الجيم. اي يعني انت عندك اهداف ثانيه، تحسب انك يعني ما عندك مشكله انك تخلص هذا الهدف وتروح تخلص اهداف ثانيه. ما عندي مشكله. قهوة أنا بقهوة. حبيب قلب، هذه قهوة عربية ممتازة ترى. الله يعطيك العافية. شكرا حبيب قلب. شكرا الله يسعدك حبيب. تسلم.
تفضل. هذه هي المتاهة. ايه. مثل ما تشوف. يعني انا ما ادري انت الحين انت خلاص ضبطت امورك دقيت تطلع هنا انا ما علي تدخل خلاص انا بكون خلاص. فوق هناك بقعد احاول اعلمك يعني اي خلاص بظبطك خلاص اوكي انا فوق ها يلا تبي شيء ولا شيء لا الواضح انها صعبة طيب طيب والله الوضع ما يطمن هو صح إن في نور بس إنه الوضع ما يطمن أنا أحس إن الوضع بدأ يعني نقفل يا عبد الله يسار يسار رح يسار 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 إيه إيه خذ خذ يوتين يوتين آه من هنا بس والله ما أدري هنا شكله هنا شكله هنا شكله هنا أنا عندي الخرائط هنا موجودة رسم الخرائط كلها بس المشكلة إني ماني بعرف أي خريطة صراحة مضيع بصراحة بين الخرائط والله شكلهم قاعدين يلعبون فيها قاعدين يحركون الجدران قاعدين يحركون الجدران بلا ناظر ناظر فيه ناظر فيه قاعد يضحك امشي امشي أوي والله أجيب المتاع هذه يعني هو يعني مسوي إنه ما يسمع خذ لك خذ لك طيب ولا يمدينا نرجع ترى المعلومية علقنا هنا الله يرضى لي عليك شوف انا عارف انه مو بحافظ المتاهة ولا بحولها من اول ما شفته بصراحة ما لقيت الخريطة نفسها حقت المتاهة ضيعتها كيف ارجع يا عبد الله يسار جدار يسار جدار يسار جدار يسار جدار يسار جدار يا عبد الله يسار جدار ايش تسوي فيه يا عبد الله تعال طلعنا الله يرحم والديك تعال تعال انزل لو سمحت يعني انزل ايه حبيبي انزل بنزل لك والله شو اسوي أكثر شيء متحمس له بحاطه من ضمن الأهداف المتاهة يجي ذا يضيعني فيصل يا فيصل تسمعني إيه أسمعك أسمعك فيصل تسمعني لا حول ولا قوة عبد الله ما تسمع صح فيصل ضاع عبد الله الله يطلع اسمعني فيصل انت مين ولا يسار أسمعك أسمعك طقطق طقطق بالجدار طقطق كذا طقطق كذا بالجدار وينك انت يسار ولا يمين طق طق في ذا يمين يمين يسار يسار تعال تعال يلا حي والله معلش والله اقسم بالله ضيعت الخريطه اي الحين ترى سهلات الوضع تعال بس تروح مع هنا طيب انا اعرف طق 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 كذا ايش طق طق يا اخوي انت شريطي تفضل انا والله نعرف والله نعرف تعال بس والله هنا كان مدخل اقسم بالله هنا كان مدخل عبد الله ما عليك ان شاء الله الامور انا 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 اعرف من هناك تعال شوف شوف هو ظاهر عنده استشعارات هذه اللي عند اللافقاريات يدري وين الباب ما اعرف الله اكبر الله اكبر عليك يا عبد الله مقفل صح نرجع حبيبي عدنا يصلون الحين المغرب ساعه كم نصلي هنا ساعه كم ساعه كم نصلي هنا تفضلي وين بنصلي هنا وين في متاهه وين القبله هذه اخر مره انا شوف اقول لك دالها انا اللي وهو اللي باني هذه المتاهه انا معاه اعرفها مدخل يا ابن الحلال اقسم بالله ما ادخل معاه متاهه مره ثانيه مو متاهه ما ادخل معاه مول جدا انا متاكد ان هنا طيب اسمع اذكر الله لا يا الله احنا الحين اذن ترى نصلي هنا شوف تيمم هذا انت الحين متوضي ولا شو تيمم يا ابوي بيجي الليل ترى ما في لمبات هنا صلي بس الحين وبعدها ندق عليهم ونشوف يعني جايب بوصله يعني انت حاسب حساب المشكله هذه صح لا انا دائما داري انك انا دائما هذه معي داري انك يعني بتجيب العيد صح خلنا نصلي الحين انت الله اكبر كب 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 لا
لا لا ما عليك ما عليك ان شاء الله امور طيبه انت بس ما في اي امور طيبه ما في اي امور طيبة ضايعين واكثر شيء مو طيب وجهك لا شوف انا بقول يعني انت لو توخري ممكن نلقى المخرج لنا اربع ساعات ليل يا عبد الله الله يرحم امك شو نسوي جوالك طفى وانا ما معي جوال اتوقع انه بطاريه الكاميرا بتخلص نشوفكم في الحلقه الجايه الله العظيم ضاع مع ذا ما بحقق ولا نص هدف نص هدف